وينساب رقرقاً على الجداول ليبعث الحياة في الأرض. فتكتسي بثوبها الأخضر وتبدو مظاهر الحياة نشاطاً وحراكاً واسعاً في وحول المنطقة. هكذا استقبلنا منطقة الآبار بولاية نهر النيل، بيد أن هذه الطبيعة الأخاذة والخضرة الواعدة بالخير الوفير تخفي بين حناياها قصة معاناة يومية. فالطرق البدائية في الري تحد من قدرات المزارعين لاعتمادها الكامل على الوابورات التي تعمل بالجازولين، مما يزيد من تكاليف عملية ري المحاصيل، إضافة لخصائص التربة العالية النفاذية والعوامل المناخية من حرارة ورياح ووجود الجداول الترابية التي تزيد من الفاقد من المياه، وتتطلب جهدا ووقتا لمراقبة والصيانة اليومية. وليس بعيدا من هذه الصورة القاتمة يبدو الواقع أكثر إشراقا، فشتان ما بين الأمس واليوم نظم للري أكثر حداثة ترسم آفاقا لمستقبل واعد بالعطاء والنماء، كيف لا؟ ومشروع تنمية البطان وعبر الفرق الإرشادية عامل على تكوين وتدريب مجموعات المزارعين على المستحدثات في مجال الإنتاج الزراعي الحقلي والبستاني، واكتملت مساعيه بالتنسيق لإدخال أنظمة الري الحديثة للحد من الآثار السالبة للأنظمة التقليدية، مصحوبة بالنشاط الإرشادي الكثيف لنقل التخانة. وقد تم تنفيذ برامج الأنظمة الحديثة بالشراكة مع معهد بحوث حصاد المياه ومحطة بحوث الحديدة عبر الإيكاردا بهدف ترشيد استخدام مياه الري والاستفادة من الجهد والوقت والمال المهدر لتحسين سبل المعيشة للمجتمعات في مناطق حوض النيل. كم كانت كبيرة فرحة المزارعين خاصة بعد النتائج الإيجابية للتجربة التي أدت إلى انخفاض ساعات التشغيل لري المزروعات للفدان من 7 إلى 5 ساعات ومن 8 إلى 6 ريات للمحصول، مع زيادة ملحوظة في الإنتاجية نتائج تطبيق التخانات وسهولة عملية الري والتحكم في كمية المياه عبر طريق فتح وقفل البلوفة. ساعد تدريب مزارعي قرية الآبار والتنجاري على نظم التشغيل في تحقيق النتائج المرجوة. فهنا وبعد الجهود الكبيرة نلحظ التطور في زراعة مختلف المحاصيل من قمح وذرة وخضروات كالبامية والباذنجان والطماطم والبصل، وذلك بشهادة المزارعين أنفسهم. والله نحن نظام الري بالشبكات ده طبعا ما كان عندنا، جاءت المنظمة جابته لنا واستفدنا منه استفادة كبيرة جدا جدا. أول حاجة وفر لنا الوقت جهد، زمان كنا بنزرع بالجداول، أول حاجة فاقد في الموية وتثريب الموية في الأرض، وهسي مجرد ما تدور الماكينة طوال الموية بتدخلك في الحوض مباشرة. تجربت الأولى في زراعة الريبة اللي أنا بدي زرعت علف والحمد لله استفدت جدا جدا، عندي زي 10 نعجات أديت منه علف، وبعتها زي 15 حوض، بعتها الحوض ب 150 جنيه. من دخلونا نظام الري بالشبكات بالأنابيب استفدنا، وكان البرنامج عملنا 4 مجموعات وأنا رئيس المجموعة، كل مجموعة فيها بين 10 و8 مزارعين، وكل مجموعة التزمت بزراعة الأصناف القمح والبامية والطماطم والأعلاف، وزراعة كانت ناجحة جدا جدا والناس استفادوا، والزيادة كانت نسبة النجاح بنسبة 50% على النظام السابق. وفر على حقة الري الأرض اللي قام بنسويها في يوم بعد بالمواسير بتسكت في نص يوم، الإنتاجية عالية، إنتاجيتنا ذاتها في الشارع في الإنتاجية بتاعت الحتة زرعناها في القمح حتى لنا فدان للربع جايب له 10 شوالات عبوة. الثروة الحيوانية كان لها حظا كبيرا في وجود أنظمة الري الحديثة، فمشروع البطانة عمل على تدريب المعاونين البيطريين وتمليك الأسر عدد 10 رأس من الضأن، إضافة لاستيلاب تيوس شامية لتحسين نسل المعازيم المنطقة، ليواكب ذلك اهتماما كبيرا من المزارعين بزراعة الأعلاف لسد الفجوة العلفية في فترة الصيف الطويل لتمتد مزارع البرسيم وعلف أبو سبعين وتسهم في تغذية الحيوان. وأدخلت نظم الري الحديثة مفاهيم حماية وصون البيئة، فهنا مزارع عمل على زراعة مصدات للرياح
تمهيدا لعمل مزرعة للموالح بالمنطقة، والنساء استفدن منها في زراعة الخضر، وها هي إحداهن تحصد من البامية لتوفر لها ولأسرتها دخلا إضافيا يعينهم في تخفيف أعباء المعيشة. والمشروع مشروع تنمية البطان عبر مكتب تنسيق نهر النيل يعمل في صمت لدعم وتقييم التجربة بواسطة كروت المجتمع، ويستمع إلى آراء المستهدفين بالخدمة، ولتعزيز مفاهيم تطبيق التقانات الدرج المشروع على إقامة أيام الحقل، والتي شملت 13 قرية بعدد 150 مزارعا تم عبرها نقاش مستفيض عن أنظمة الري وإيجابياتها، ووجد القبول والرغبة في التبني. ختاما، هذه التجربة تضافرت فيها الجهود في سبيل الحفاظ على الموارد وتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة، أثمرت نتائج إيجابية وخلقت حراكا كبيرا وسط المزارعين، مما يتطلب المزيد من الدعم والجهد لنشرها. وما التوفيق إلا من عند الله.